عليكم ورحمة الله وبركاته زبائننا الكرام، كما عودناكم بجيل فيديو على أرض الواقع. قد يقول قال هذه خيمة، لا مش خيمة، هذا حمام سفري. تخيلوا أحيانا تخرج أنت وعائلتك وتسافر مسافات وتحنب في الحمام. الآن ممكن تستخدم الحمام في أي مكان، وأنت مسافر خرجت خارج بيتك في مدينة في طريق في أي مكان. احنا نشوف الآن على أرض الواقع، طبعا شوفوا هذا محتوى الحمام، طبعا مرحاض سفري، طبعا في الدبة هذه، في هذه انزيمات الروائح، في نوافذ تهوية، طبعا حلو جدا. الآن عنشوف هذا الحمام. تخيل هذا الحمام كله في سيارتك في بيتك، يعني في غرفتك. أقصد إذا عندك حمام تحت أرضي ممكن تستخدمه، حتى في غرفة طبيعية ممكن تستخدمه، وأنت مسافر في الحدائق في المنتزهات في الطرقات في أي مكان طبيعي. الآن بنشوف، بنفتحها على أرض الواقع. شوف الآن حل جدا وسهل وعلى أرض الواقع، يعني فتحة ممكن تفتحها كذا وأصبح حمام متنقل. جاهز، يعتبر حمام جاهز الآن، تمام؟ خلاص، يعني سهل، عبارة عن حركتين. تعال افتح لهم المرحاض وشوفوا، كلها على أرض الواقع. تعال هنا شوفوا، أيوة شوفوا سهل. خلاص حمامك جاهز، مرحاضك جاهز، كل شيء جاهز. طبعا مع حقها الأكياس، مع الدبة الماء، شوفوا الدبة حتى مضغوطة. كل شيء سهل جدا. وأنا أتشرف بزيارتكم متجرنا في المركز الليبي محلات أبو إلياس. حياتي.